أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد ربي على ما أوليت من فضل وعلى ما أسبغت من نعم، وصلاة وسلام تامين دائمين بدوام ملك الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها السادة المشاهدون، أيها السيدات المشاهدات، متتبعي ومتتبعات قناة محمد السادس القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في هذه السلسلة الجديدة من برنامجكم يا رب. احنا في الحلقات الأخيرة من هذه السلسلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملنا ويجعله خالص لوجهه الكريم. السلسلة اللي خصناها للدعاء الناصري، وقفنا في الحصة الماضية عند قول الناظم رحمه الله تعالى: واجمع لنا ما بين علم وعمل، واصرف إلى دار البقاء منا الأمل. وقلنا أن المعنى هو أن فقيه سيدي محمد كيطلب الله سبحانه وتعالى يفقوا الجمع بين العلم والعمل، ما يكونش ذاك الفصام النكيد بين العلم والعمل. العلم في القلب وفي العقل، والعمل هو يعني داك الشيء اللي كيعرفه الانسان كيعمل به. العلم بالكتاب وبالسنه وبالسيره وبالسلوك، كيعمل به، كيمشي يدعو الى الخير، يعرف الخير ويدعو الخير ويلتزم به. واصرف الى دار البقاء من الامل، اصرف الى دار البقاء. العمل هو لقاء الله يوم القيامه. هذا الامر هذا كنقولوه لنفوسنا. والله يا ساده، يا ساده الافاضل، ايتها السيدات الفضليات، سيادي الليتي، بمعنى ان الانسان يرد البال، الامل ديالو هذا الشيء ديال الدنيا كله غادي يدوز. مزيان الانسان يكون عنده طموح في الدنيا، ولكن كل شيء غنخليوه. الامل دار البقاء يوم الحساب، الآخرة. وحنا كنا كنسعاو أننا نكونوا في ذاك النهار من أصحاب الجنة. واصرف، واصرف، صرف يعني لما كتقول اصرفوا يعني اصرفنا، أي أبعدنا عن الدنيا، واصرفنا إلى، صرفه عن الشيء وصرفه إلى الشيء، صرفه عن الدنيا إلى الآخرة، إلى الآخرة أي إلى الجنة. صرفوا من الدنيا الدنيا، اعلموا انما الحياه الدنيا لاعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله. هذه اللي باغيين احنا، مغفره من الله ورضوان. النار اللي كيدوز احبابي خوتي المؤمنين، رحمة غاديين فين؟ راه غاديين غير للتراب، ومن ثم الحشر والحساب ثم الجزاء. ونطلب الله سبحانه وتعالى: يا سيدي يا ربي، اجعل المقام ديالنا في الجنه بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واجمع لنا ما بين علم وعمل، واصرف الى دار البقاء، اي دار البقاء هي الاخره، منا الامل، اي الامل ديالي يكون تم، ماشي في الدنيا. الامل ديال الدنيا يعني اللي كسبتيها كتبغي تكسب شي حاجه اخرى، اللي ومن بعد مزيان إذا كان داكشي في الخير وكان داكشي في، غتخلي داكشي كله وتعود إلى التراب. منها خلقناكم فيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. ولهذا كيقول هذا، كيقول هذا الدعاء: واجمع لنا ما بين علم وعمل، واصرف إلى دار البقاء من الأمل. ثم قال: وانهج بنا يا ربي نهج السعادة، وانهج بنا يا رب، سير بنا في النهج، في الطريق ديال السعداء. شكون هما الذين السعداء؟ السعداء هما اللي يدخلوا الجنة. أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. السعيد هو نار كيحطوا في القبر ديالو، كيحطوا عليه التراب، وكيجيوه الملكان فيسألانه فيجيب، كيتبتوا الله ويجيب،
وكيفتحوا له الطاقه على المكان ديالو في الجنه. ويوم البعث يكون حسابه يسيرا ثم الى الجنه. هذا هو السعيد، هذا هو السعيد الحقيقي. نهج السعداء، سعداء اي المؤمنون الذين التزموا بشرع الله تبارك وتعالى، واللي غادي يلقاو الله تبارك وتعالى هو عليهم راضي. السعيد هو من رضي الله عنه، السعيد هو من رضي الله عنه، هو من هداه الله ورضي عنه. ولهذا هو كيطلب الله سبحانه وتعالى يوفقه باش يمشي في الطريق ديال السعداء اي المؤمنين الملتزمين. ومعنى هذا الكلام راه مهم جدا، المعنى ديالو هو ان التوفيق من الله تبارك وتعالى. ما عمر شي واحد يرد الحاجه ليه، تتصلي كتزكي كتصوم، قول هذا من توفيق الله لي وحمد الله واشكره. لان عدد ديال الناس عارفين بان الصلاه واجبه، عارفين بان الصيام واجب، عارفين بان الزكاه واجبه، ولكن مشغولين عليها. وشحال كتدي لها الصلاه في النهار؟ وهذيك الزكاه شحال غتدي ليه من المال؟ وهذاك الصيام شحال غيدي ليه في العمر ديالو كله؟ ولكن غافل، غافل شقي. فاما الذين سعدوا ففي الجنه، وهذاك الاخر فاما الذين سعدوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. نهج بنا يا ربي نهج السعاده في الدنيا، اي الناس اللي غاديين في الطريق مقادين. سعيد هو السعيد هو من يسير وفق منهج الله، هو الذي يرضى بقضاء الله، هو الذي يعيش حياته في الدنيا مستعدا للقاء الله. شي واحد من الطينه ديال هذا البشر اللي كتلقاه قلبه معلق بالله، سول واحد قال له فين غادي، كي داير تلقى مع سيدي، كي داير سيد فلان سيدي فلان، قال له فين غادي، قال له احنا غاديين تنوصلوا. الاخر دغيا قال له كيفاش غادي تنوصلوا، قال له احنا غاديين في الدنيا حتى نوصلوا، اللي يوصل كينزل صافي، احنا غادي تنوصلوا، فين غاديين؟ للقبر. هذا لا يعني ان الانسان انه ما يتحركش في الدنيا، ولكن الدنيا ربي خلقنا باش نعمروها، فنمشيو فيها وفق منهج الله. الذي يسير وفق منهج الله هو السعيد، وذلك من توفيق الله اله. ولهذا كيطلب تيقول يا رب نهج بنا نهج السعداء على غرار ما هو في القران الكريم، اهدنا الصراط المستقيم. هدايه التوفيق من عند سيدي ومولاي. الى ود المد توصلي تيقول الحمد لله انت اللي هديتيني، صمتي الحمد لله انت اللي هديتيني. ولهذا حنا كنقولوا في الدعاء ديالنا في رمضان من الدعاء اللي حفظناه مورا صلاة التراويح، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وجابوه من القران الكريم. المؤمنين خوتنا احبابنا الاسلاف ديالنا جابوه باش يخلونا مرتبطين بالقران الكريم ونذكروا الله تبارك وتعالى. بعد ما نصليو الطروح ماشي غير نقول السلام عليكم ونوضوا كنجريو، لا كنقعدوا كنتشربوا وتنقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. ونهج بنا يا ربي نهج السعداء، يا ربي دينا في الطريق نهج، اي طريق نهج السعداء. واختم لنا يا ربي ختم الشهداء. احسن ختم يعني الختم في الدنيا هو الموت، هو الاستشهاد في سبيل الله دفاعا عن الدين وعن الوطن وعن الامه. هذا مقام. وكاين اللي كيموت بشي موت فيها يعني امر من الامور، ابتلاء من الله تبارك وتعالى، كي تعتبر تويضا. بمعنى يرزق، ماشي المعنى اننا نموت في المعركه ولا نموت، ماشي هذا هو القصد. بمعنى يرزقنا الله سبحانه وتعالى الاجر لذاك الميت ذاك الشهيد. وهو لما يكون الانسان وهو كيموت حاضر الدين ديالو، كيذكر الله، كيقرا القران ومصلي يعني وبينه وبين مولاه صافي، وغادي غادي 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 للقاء الله وهو مرتاح. والله يا اخوتي الى شنا ناس في لحظه خروج الروح مبتسمين، والله العظيم الى شنا ناس مبتسمين، كيبتسموا كيبتسم كيبتسم في ديك اللحظه ديال الاحتضار، وما كاينش الحريق، وما كاين ديك النزعه ديال الموت، ولكن ربي عاطيه الصبر وكيبتسم داير اللي يديه هكا. كاينين الناس هكذا،
لأن عاشوا حياتهم يعني وملتزمين بشرع الله تبارك وتعالى، بينهم بين الخلق وبينهم بين العباد، يعني بينهم بين الحق سبحانه وتعالى طاعة الله تبارك وتعالى والالتزام والإخلاص في العبادة، وبينهم بين الخلق تواضع لخلق الله، الإخلاص في العبادة لله والتواضع لخلق الله، وهذا هو نهج السعادة. ونهج بنا يا ربي نهج السعادة، واختم لنا يا ربي اختم الشهداء. احنا كنقولها نيجي الإنسان كيقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا حسن الخاتمة، الإنسان كيطلب الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، يلقى الله هو عليه راضي. ونهج بنا يا ربي نهج السعادة، واختم لنا يا ربي ختم الشهداء، واجعل بنينا فضلاء صلحاء وعلماء عاملين نصحاء. شال الدعاء، واجعل بنينا فضلاء، فضلاء الأخلاق، فضلاء يعني في أخلاق الفاضلة، صلحاء صالحين كينفعوا نفوسهم وينفعوا والديهم وينفعوا أحبابهم وينفعوا جيرانهم وينفعوا أمتهم وينفعوا بلادهم، فضلاء صلحاء وعلماء عاملين نصحاء، علماء في أي مجال من العلوم، ولكن عندهم واحد المعلوم من الديني بالضرورة، عندهم علم بالدين بالأخلاق، كينصحوا سواء في المجال ديال الدين الصلاة وديال الأمور أي الدعوة العامة والالتزام بالأخلاق، أو كينصحوا حتى في المجال اللي هما متخصصين فيه، طبيب كينصح حتى في المجال اللي كينصح الناس، كيوجههم علماء عاملين كيعملوا بالعلم ديالهم وكينصحوا. وهذه القضية ديال الجمع بين العلم والعمل راه كنا ذكرناها، وجعل بنينا فضلاء صلحاء أي من الصالحين، الأخلاق التربية، الناس كلهم كي مقرن الناس محترمين بلادهم محترمين أمتهم محترمين الجيران ديالهم محترمين، وعلماء عاملين، علماء عندهم علم وعندهم العمل، مع العلم العمل ما كاينش داك الفصام النكيل، وهذا كيتلقى مع البيت اللي قبل منه، وجمع لنا ما بين علم وعمل. راه المشكل هو في هذه القضيه هذه، العلم العمل ما كاينش، لهذا كيطلب الله سبحانه وتعالى ان دوك الوليدات يكونوا صالحين ويكونوا علماء عاملين نصحاء، وهذا من الدعاء المطلوب ان الانسان يطلبه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اذن في هذه الحلقه هذه تعرفنا على ثلاثه ديال الابيات، بيت كنا عرفناه في الحصه الماضيه وزدنا جوج ابيات اليوم، هو قول سيدي محمد الفقيه سيدي محمد بن ناصر الدرعي، واجمع لنا ما بين علم وعمل وصرف إلى دار البقاء من الأمال، ونجبنا يا ربي نهج السعادة، واختم لنا يا ربي خاتم الشهداء، واجعل بنينا فضلاء صلحاء وعلماء عاملين نصحاء. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.